العاب خفه. بدي العبكم لعبه اجمع فيها ديانا وخالد. يلا خالد امسك القلم. يلا برضه القلم هذا فيه هاي طبعا كروت عاديه. تمام. هلا انت تختاري كرت من هون تاخذيه وبتوقعي عليه. كريس انجل. ايوه يس. انا طبعا بخليك توقع عليه مشان ما يكون فيها انه اقدر اسرق كرت او اجيب كرت من برا. وقعت. تمام. هات الكرت. كرت. تمام. طيب شوفي هلا هذا الكرت بدي اخليه معك. بدك تفتحي ايدك هيك. هيك كرتك بدي احطه هون وتسكر عليه هيك. تمام. خليك مسكر عليه. عندك. تفضل. هلا خلينا نشوف احنا هون عندك كرت ثاني لك. ايش في عندي هون؟ الخمسه الكبه. بدك توقع لي عليها من هاي الجهه. من برا؟ اه وقع عليها. اسرق الكرت. اسرق الكرت. تمام. هاي توقيعك. امسك الكرت هيك هيك. هات القلم عنك. افتح ايدك. ايوه حطه هون سكر عليه. كل واحد فيكم اختار كرت صح؟ كل واحد وقع على كرته مشان ما يكون فيها خدعه. هلا في ناس ايش بيعملوا؟ الكرت اللي بايدك بحطه في ايده واللي في ايده بحطه في ايدك. خطيره هاي. بس اعملوها. احمد بتعرف نحاول نعمل شيء اقوى شوي هيك. نعمل شيء اقوى بقول لك. طيب بدي انا الكروت بس في شيء ثاني هلا بدي اعمله. اوكي نشوف كيف. افتحوا كروتكم راح وشوفوا ايش اللي صار. نقلت التوقيع. كات. هو كرت واحد. واو. نقل توقيعك هناك. فرجيهم اياها. هاي الخمسه اللي وقعت عليها. استنى ما فهمت. نقل توقيع خالد على كرت ديانا وكرت خالد. هي صار معي. اوكي اسمع شوي احمد خلينا نلاقي المشاهدين. لا كثير. هاي كبيره. هاي كبيره. اوكي هذا الكرت اللي وقع عليه خالد. بطل عليه توقيع. ورجينا الكرت الثاني خالد. هيو هاي توقيع. هاد توقيع خالد. هاد توقيعين. وهي توقيع ديانا. واو برافو. واو احمد برافو. احمد برافو برافو. اتمنى لك كل التوفيق بنجم الاردن ان شاء الله بتوصل يعني لمراحل متقدمه. بس أحمد جدا. احمد قال لي انه هو عنده شغلات يعني شوي خطيره. فبتمنى صراحه اشوفها يعني هذا أنا الشو. أنا بقول لك شوي احمد عملنا إشي على الحلقه اللي لبسته ديانا. الحلقه لازم كرت اتركوا الحلقه مش الحلقه بس الحلقه وانا مركز عليه عشان عليه بالضبط. الست طبعا. الست طبعا. ايوه فشو بدك تعمل يعني عملنا عليه شغله. اخفيه او لا خذ صورتي بداله. بالضبط صورتي بداله. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق ببرنامج نجم الاردن لكم وطبعا لكل المشاركين. تحياتنا لاهاليكم اللي اكيد بيكونوا فخورين جدا أكيد. انهم عم يتابعوكم وعم بيشوفوكم انتم هيك عم تنجحوا اكثر واكثر. بدي اسالكم السؤال المعتاد زي ما بنسال كل ضيوفنا. حلوه يا دنيا لولا. وبدي ابدا مع باسل. اوكي حلوه يا دنيا لولا. لولا الفنانين. ما بتحبي الفنانين؟ ما بتحبي الفنانين. انت بالعكس قصدك بس مش مشكله. في واحد قال لي لولا وجودكم ما كانش يروح. والله العظيم يعني عاد الفنان متذكرينه السوري مجله تحيه كثير كبيره. فلا عادي. شو ما بتحب الدنيا؟ ما بحب الدنيا. بحب ما بحب بالدنيا يكون الكراهيه يعني والحقد. معناته حلوه يا دنيا لولا الكراهيه. لولا الكراهيه مدرسه يعني. ديانا حلوه يا دنيا لولا. ما بدنا نقول لولا بدنا نعكس. ايوه يلا تعال نعكس نعكسها. بدنا يعني حلوه حلوه الدنيا بشي حدا بيبقى مميز عندك. انا امي صراحه الله يخلي لي اياها وتبقى ان شاء الله يا رب تاج فوق راسي لانه هي بدعواتها والدنيا ميسره قدامي يا رب. الله يخليكم لبعض. احمد ابو جعفر حلوه الدنيا لولا الوقت. الوقت. كابو حلوه يا دنيا لولا. برضو انا مع ديانا عشان احنا ايجابيين فما أكيد. بدنا لاحظت انه في كثير لولا. في كثير لولا بالضبط. اكيد يعني انا رح اشمل مجموعه من الناس اللي هم مقربين اللي هم عيلتي. فحلوه يا دنيا لانه عيلتي فيها. يا سلام نجري لك يا كير يا رب للمعدة القديرة ندى العناني وجنى الله يخليها. الله يخلي لكم اياها. باسل بدنا ننهي على صوتك طبعا اليوم. باسل لحام بدنا ننطرب. شو بدك تسمعنا؟ أسمعكم على القرى. يلا جمعة مباركة للجميع. تحياتنا لكل من تابع حلوة يا دنيا لليوم وأكيد بنرجع بنلاقيكم الأسبوع القادم.